السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة من استوديو الحاج بسيوني ابو شقف، استوديو مطلع زي ما انتم شايفينه كده. الحاجات دي كلها طبعا زي ما شايفينها ليه للتصوير بس، انت لو كنت منها ولا شربت منها هتخسر منك المرتب بتاعك. ده اشكال زي ما انتم شايفينها، ودي صلاة النبي عليها تورت بيتي بيكلفاني 25 جنيه ونص. نخش الموضوع على طول عشان النهاردة اول حلقتنا من الاستوديو بتاعي. النهارده لما نشوف كده اللي كاتبين لنا ايه في الاستوديو، نهائي دوره ابطال افريقيا، نهائي الارن زي ما احنا عارفينه، مش ارن جاموسي، هو الارن عادي زي ما احنا عارفين. التوقعات المرئيه زي التوقعات المرئيه كده بتاع الامتحان على طول. الحاج بسيوني ابو شقف طبعا زي ما انتم شايفينه علم من اعلام مصر في الدنيا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى نشرب شويه كده المنتج مش هينفع يقطع ليه في المونتاج. ماشي، عشان اعرف اتكلم معاكم. نهائي دورة أبطال أفريقيا، نهائي الأرض زي ما أنتوا عارفين. أنا توقعات المرآة إن الزمالك هتكسب. ليه بقى؟ زي ما أنتوا عارفين معانا الواد الكابتن اسمه أشرف بن شرقي، ده لعيب طرف، صلاة النبي عليه طرف، كده هيجيب جول معروف. وأنتوا عارفين إيه؟ استنى أحط رجلي على رجلي كده وأترسم. إيه رأيكم في الإم والإس ده؟ 5000 مشترك. انا قلت اعمل بارت كده صغير محل على قدي واعمل الاستوديو واقول لكم الدوري كده بمناسبه الدوري. يبقى على فكره انا لا زملكاوي ولا اهلاوي، انا في ارض المحايده. عشان تبقوا انتوا فاهمين يعني، انا بعشق الكوره، اللي بحب الكوره اساسا، بس بفهم في التوقعات والتحليلات دي بما ان انا محلل في كل حاجه، بفهم في كل حاجه الحمد لله. لما نشوف كده المخرج بيقول لي ايه. ماشي يا ريس، وقت البرنامج. حاضر حاضر حاضر، ماشي تحت امرك يا ريس. بابا فلوس حقك يا باشا. حاضر. نخش بقى على الواد اللي اسمه طارق حامد. طارق حامد ده اسمه الجزار المصارع. انت المفروض ما تلعبوش كوره، المفروض تحطه في حلبة مصارع. يخش مع جون سينا، يخش مع ضرب الاتش، الواد ابو مطرقه ده اسمه الغشيم. على راي فيلم ابراهيم ياباد الفنان احمد السقا بيقول لك ما تخافش الا من الغشيم. فانت طبعا لو عايز تخش قصاده ده في حلبة مصارع، تدخله مع ضرب الاتش، تدخله مع الواد الحانوتي يقول لك اي كيل يو، حاجات كده شغل اكشن ولا بتوع السين. فما تخشش على الواد طارق حامد، تخش بقى على الواد اللي اسمه ابو جبل. الواد صلاه النبي عليه حارس مرمى بيفوتش النمله. عارفين البرغوث زي لما يكون في اللباس ما بيفوتش، صلاه النبي عليه. فنصيحه مني ليكوا بلاش تخشوا مع ابو جبل خالص. ابو جبل ده صلاه النبي عليه الهفوه بيفوتهاش. نخش بقى على مين؟ ثواني كده بس، خليكم معايا. مين يا ريس؟ الونش. ماشي، الونش ده برضه واد مدافع، لا تحطه في نص الملعب، مدافع بس غشيم برضه. واد صلاه النبي عليه بيخش الا بصدره، واد قلبه قاعد. نخش بقى على طول على الواد اللي اسمه مصطفى محمد، مهاجم برضه، ده كل مره بيجيب جونين، المره هيجيب 5 اجوال. حد يزعل مني من بتوع الاهلي، لسه برضه هحفل برضه، انا كده كده عامل بارتي، عامل حفله، لسه هحفل على الاهلي، مش هفهم حاجه، انا كده كده محايد، لا بفهم في الكوره ولا في الاهلي ولا في الزمالك. هحاول برضه بقدر المستطاع انزل معاهم في النهائي ده، وان شاء الله بفضل ربنا ثم العبد لله لازم اكسب. هجيب بس الكالسون، كون الكالسون كده عند واحد، وهجيب السديري، وهجيب الفانيلا ان شاء الله، وهنزل ادافع برضه ان شاء الله. الحاج بسيوني ابو شقف علم من اعلام مصر. وبكده ان شاء الله التوقعات المرئيه بتاعت الحاج بسيوني ابو شقف باذن الله الزمالك ان شاء الله. يعني انا كده كده لا بحب الاهلي ولا بحب الزمالك، عشان برضه ما انتوا فاهمين يعني. هيجيب حوالي كده تحت العجز والزياده 17 واحد. وان شاء الله الحلقه الجايه هيبقى كده على طول بقى معانا كده ان شاء الله، هيبقى معانا على طول التحليلات. انا عملت الاستوديو بتاعي ده، بس عملت البارت ده، جبت السنه مدوق كده بقى اما زي مخرج، انا هدوب بقى واقعد اقطع في المونتاج. انت عارف تفهم القصرات دي؟ اللهم صل على رسول الله. الله ينور. ده مش شغل تصوير، ده شغل اكل برضه، بس هاكله بعدين. يبقى خصم من المرتب يا عم، انت بتوجع في دماغي. مبلع شويه كده، بسم الله. تسلم ايديك يا ولد، تسلم ايديك. المهم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه برضه علق برضه عن الاهلي، مش هسيب الاهلي في حال، ولا الاهلي ولا الزمالك. وما تنسوش تضغطوا لايك في دماغي، واهم حاجه تدغدغوا زر الجرس، وهسيب لكم الصفحه بتاعتي، البيج بتاعي، اهم حاجه البيج بتاعي باذن الله عايزه يوصل ل 20,000 متابع ان شاء الله. هسيب كل حاجه في صندوق الوصف، عامل لكم كده صندوق محندق كده في الوصف، كل حاجه هتلاقوها، اهم حاجه هجوم على الوصف.
وقناه برضه الواد محمد صابر. الواد ده برضه ايه معايا برضه واد غلبان كده برضه وصل ل 5000 مشترك. هسيب لكم في الاسفر هجوم عليه وتقولوا تبع الحاج بسيط ابو شاف. وان شاء الله باذن الله ما دول البسبوسه دي ده بسبوسه دي اكل ولا ايه دي ده منها ايه ورقه في الواد ايه الحلاوه دي. السلام عليكم. انا والله دخل يا كابتن دخل الحمام يا ابني ولا دخل الكباتين يا ابني عارف عندي المخرج يا حبيب علي نخرج يلا انا تبع المخرج والله مخرج بايه. طب استنى بص له بس على اخر بس دلوقتي والله تبع المخرج يا عم مخرج مين يا الله اخر حد يا عم يا عم اخر حد. وزي ما انتم شايفين الواد ده هو اللي مكلف الليله دي اصلا طبعا محمد صابر هو اللي في الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله. قناتي وصلت 5000 مشترك كله يخش عليها تضحك.